تعالى بيكون في الجزء الثاني من محاضرة الجي بي اس. قلنا في الجزء الثاني او خلصنا الجزء الاولاني باللي احنا هنبدأ الجزء الثاني بالسيرفينج ويز جي بي اس. طبعا خدنا في الجزء الاولاني ازاي او الحاجات النظرية المتعلقة بنظام الجي بي اس. في الجزء ده بقى نشوف السيرفينج او طرق الرصد بالجي بي اس. بسم الله. سيرفينج ويز جي بي اس. اول حاجه الرصد عندنا، اول حاجه طريقه الستاتيك بوينت بوزيشننج او الرصد الثابت. تاني طريقه هي الكينماتيك بوينت بوزيشننج او الرصد المتحرك. تالت طريقه وهي الستاتيك ريلاتيف بوزيشننج اللي هو الرصد المتزامن. ورابع حاجه الكينماتيك ريلاتيف بوزيشننج او الرصد نصف متحرك. خامس حاجه وهي الريل تايم كينماتيك او الرصد المتحرك باللاسلكي. خلينا مع اول طريقه وهي الرصد الثابت او الستاتيك بوينت بوزيشننج. الرصد الثابت هو ايه؟ هو في هذه الطريقه بيتم وضع جهاز الاستقبال فوق النقطه المجهوله الاحداثيات، وجهاز الاستقبال بيكون من النوع الكود او السي اي كود بسودو رينج ريسيفرز. اهو بالظبط كده. احنا قلنا دايما ايه في المحاضره اللي فاتت، قلنا ان احنا بنرصد على اربع اقمار، ثلاثه عشان نحدد البوزيشن الموقع، والرابع عشان يعمل التايم الوقت. فبالتالي هنا ثبت الجهاز بتاعي على النقطة المجهولة وابدأ ارصد على الاربع اقمار. جميل جميل. قلنا في الطريقة دي بتبقى طريقة الدقة بتاعتها قليلة وبيبقى فيها اخطاء كتير، فبتستخدم الطريقة دي لما تكون الدقة المطلوبة دقة متوسطة، مش عايزين دقة عالية، بتصل الدقة فيها الى عشرة متر، يعني بيحصل الخطأ فيها الى عشرة امتار. طيب الطريقه الثانيه وهي طريقه الكينماتيك بوينت بوزيشننج او الرصد المتحرك. فالرصد المتحرك بيبقى عباره عن ايه؟ اللي بيبدا يتحرك الاداه اللي انا برصد منها للاقمار الصناعيه متحركه، عشان كده سموه ايه؟ متحرك. فيمكن ان يستخدم في تحديد خط سير المركبات كداله في الزمن. طبعا دقته بتبقى منخفضه، وده بيبقى بيتيح او الافضل مثال عليه هي المركبات الايه؟ الملاحيه، السفن. فده بيبقى افضل مثال تطبيقي لطريقه الرصد المتحرك او الكينماتيك بوينت بوزيشننج. طيب الطريقه الثالثه هي الاستاتيك، ستاتيك ريلاتيف بوزيشننج او الرصد المتزامن. في الرصد المتزامن بيبقى فيه نون بوينت، نقطه معلومه الاحداثيات بثبت عليها جهاز، والنقطه الثانيه اللي هي الانون بوينت برصد عليها، وابدا ارصد بخلي الجهازين يشتغلوا اللي هم يرصدوا على الاربع اقمار. يمكن دي الطريقه اللي احنا قلناها في المحاضره اللي فاتت اللي هي بتخلي الدقه عاليه جدا او بتعالج الاخطاء. تعال نشوف كده اهي. بيقول لك في هذه الطريقه يتم استخدام جهازين استقبال فتعمل على الغاء مجموعه كبيره من الاخطاء مثل اخطاء المدار والوقت، فيعتبر افضل نظام بيعطي دقه عاليه جدا. يبقى طريقه الرصد المتزامن هي احسن طريقه في من طرق السيرفينج ويز جي بي اس، اللي هي الستاتيك ريلاتيف بوزيشننج. دي اعلى طريقه من طرق الرصد لانها بتدي دقه عاليه. طيب ليه برضو بتدي دقه عاليه؟ قال لك لان الريسيفرز او اجهزه الاستقبال دي بتستخدم فيها الكارير فيز. فاكرين الهاردوير والسوفت وير اللي احنا قلنا عليهم المحاضره اللي فاتت؟ فقلنا ساعتها كان في حاجه اسمها الكارير وحاجه اسمها الكود، فقلنا اللي بيستخدم بالكارير فيز بتبقى الدقه بتاعته ايه؟ اعلى. يبقى بيستخدم الكارير فيز، لذلك فهو اعلى دقه في الجي بي اس. دقته بتصل الى ايه؟ الى مليمترات لخطوط القاعده اللي بتصل الى عده كيلومترات. يعني ايه؟ يعني بيقول لك لو عندك بيز لاين اوبزرفيشن، يعني رصد خط قاعده بين الجهاز ده وبين الجهاز ده، ممكن خط القاعده ده يبقى يصل الى كيلومترات، كيلو 2 كيلو 3 كيلو. يبقى اذا الخطا فيه بيصل الى ايه؟ الى مليمترات. يبقى عشان كده طريقة الرصد المتزامن دي اللي اسمها الستاتيك ريلاتيف بوزيشننج هي طريقة الدقة بتاعتها عالية جدا، وهي أعلى طريقة أو هي الطريقة الأعلى دقة في السيرفينج ويز جي بي اس. طيب الطريقة الرابعة وهي طريقة الكينماتيك ريلاتيف بوزيشننج أو نظام نصف متحرك. قال لك دقته بتبقى إيه؟ يعني إيه نصف متحرك؟ نصف متحرك يعني في جزء ثابت والجزء الثاني اللي هو روفر متحرك. ده دقته عالية ولكن لا تصل لنظام الرصد المتزامن، يعني دقته عالية بس نظام الرصد المتزامن اللي قبليه كان أعلى إيه؟ أعلى منه. طيب ده دقته بتصل إلى إيه؟ إلى سنتيمترات، التاني كان يصل إلى مليمترات، ده بيصل إلى سنتيمترات.
تمام. اخر طريقه وهي طريقه الريل تايم كاينماتيك او بيسموها الار تي كي، اللي هو الرصد المتحرك باللاسلكي. في الطريقه دي اللي بيتم فيها اللي بيبقى عندي روفر عربيه مثلا متحركه، وعندي البيز ستيشن وعندي محطه ثابته. اللي بيحصل ان هما الاثنين بيجهزوا باجهزه استقبال، بيبداوا يستقبلوا من القمر الصناعي، وفي نفس الوقت البيز ستيشن بيبقى فيها عمليه معالجه للاخطاء، وبعد كده بيتم بث الايه الاشارات بعد تصحيحها للروفر. او بيقول لك يتم تزويد وحدتي الاستقبال في هذه الطريقه بوحدتي ارسال، يبقى وحدتين الاستقبال بيزودوا بوحدتين ايه ارسال، اللي هي بيسموها الراديو لينكس. فتقوم الوحده المرجعيه اللي هي الريفرنس مالها بتعمل ايه، باستقبال اشارات القمر الصناعي ومعالجتها لاستخلاص قيمه الخطا في احداثيات النقطه، وارسال هذه البيانات الى الوحده المتحركه اللي هي مين، اللي هي روفر. يبقى اذا في نظام الار تي كي بيبقى اجهزه الاستقبال مزوده بايه، باجهزه ارسال او بوحدات ارسال. ليه؟ عشان يبداوا يراسلوا بعض، عشان يعملوا كوريكشن للمسجز او كوريكشن للايه للسيجنالز دي، يعني الاشارات يحصل لها ايه عمليه تصحيح ومعالجه للاخطاء، عشان يديك البوزيشن بدقه ايه، بدقه عاليه. جميل اهو بالشكل ده كده، ادي هو الروفر ار تي كي. طبعا الروفر ممكن يبقى عربيه، ممكن يبقى الشخص هو بيتحرك بيه الروفر بتاعه. جميل. وادي البيز ستيشن، تبدا ترصد وتبدا تعمل عمليه معالجه وتبدا تبثها مره تانية لمين، للروفر. جميل اهو، ادي الجزء الثابت والجزء الايه المتحرك من جهاز الجي بي اس. طبعا هنا كان بيقول لك بقى ايه، اذا كان الجهاز بيستقبل فقط، يعني الجهاز اللي في ايدك ده اللي انت بتشتغل بيه، لو كان بيستقبل فقط بيسمى بالجي بي اس سيستم. لكن لو كان الجهاز بيستقبل ويرسل، يعني جهاز الاستقبال مجهز بوحدة ارسال، يبقى ساعتها بنسميه RTK GPS System. RTK GPS System. اوكي. وبكده يكون البارت 2 او المحاضرة الثانية من كورس الجي بي اس المتعلقة بالسيرفينج ويز جي بي اس انتهت. وبكده يبقى خلصت الكورس اللي انا عامله للجي بي اس. هو كورس زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، هو كورس لايت جدا، خفيف جدا، عشان بس تعرف ايه هو نظام الجي بي اس، وايه انظمه الاقمار الصناعيه، واستخدامات الجي بي اس. طبعا الطرق اللي احنا خدناها النهارده للسيرفينج ويز جي بي اس، الطريقتين دايما اللي انت هتلاقيهم مشتهرين جدا، هي طريقه الار تي كي والاستاتيك. حتى لو انت شغال في مجال الطرق، هيجي مثلا مساحه يقول لك انت موقعين الاستيشن او موقعين الثوابت بتاعتكم بطريقه الاستاتيك ولا الار تي كي، فتبقى فاهم ساعتها، تعرف تتعامل ازاي مع استشاري المساحه وهو بيتكلم، تبقى فاهمه، تبقى عارف يعني ايه ار تي كي، تبقى عارف يعني ايه ستاتيك بوينت بوزيشننج، عشان لما يسالك او تعرف تتجاوب معاه، وخصوصا لو انت شغال مكتب فني. جميل. ده كده جزء الجي بي اس. ان شاء الله نحاول نشوف برضو حاجات تانية في المساحه نقدمها متعلقه بمجال الطرق او متعلقه بمجال الانشاءات بصفه عامه، بس دايما المساحه هي متعلقه اكتر بمجال الانفراستراكشرز، مجالات البنيه التحتيه، وخصوصا وتحديدا مجال الطرق. ف ان شاء الله نعمل محتوى كويس كده لمجال الطرق. وبرضو لو عايزين اي حاجه، اي استفسارات، تسيبها لي في الكومنتات تحت. في حاجه دوره معينه عايزين نعملها، في حاجة متعلقة بمجال الهندسة المدنية زي ما قلنا، تقدر تسيب لي كومنتات تحت، بحيث ان الواحد يقدر يعمل فيها كورس او حلقة او حلقتين. يعني متنساش طبعا في الاخر تعمل سبسكرايب للقناة، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير، بحيث يصل الى اكبر عدد من الزملاء يستفيدوا بيه. وفي الاخر ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله اللي هتنزل على القناه. وفي الاخر طبعا اطلب منكم دعوات، يعني لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.